اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاتحاد الافريقي لكره القدم بيقول ان المباراه النهائيه 30 مايو في الدار البيضاء، وان هو بيبحث اقامه الفاينل من الذهاب والعوده، ونتمنى ان ده يتم تطبيقه عاجلا على نسخه هذا العام حفاظا على حقوق كل الانديه المتنافسه. طيب، من كره القدم لكره اليد بقى، لان الاتحاد الافريقي لكره اليد ايضا بيجري تعديلا على بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه في النيجر، واللي الاهلي يمكن قبل ما البطوله تبدا اقيمت مباراه السوبر، والاهلي توج بطلا للسوبر فيها على حساب الزمالك بعد مباراه قويه جدا بتمثل او بتاكد على قوه كره اليد المصريه وتربعها على العرش الافريقي، انه مباراه الكلاسيكو المصري الافريقي يكون بهذه القوه السوبر في النيجر، والاهلي يتوج بطلا للسوبر. الحقيقه الاهلي يعني ما كانش بعيد عن التتويج السنتين اللي فاتوا. بالعكس، ضاع منه بطولتين، منهم بطولة السوبر الماضية. أي. بتحكيم. أي. وشفنا كلنا الجذبة بتاعة المصري من الأحمر وتصويب مع صفارة النهاية من يحيى الدرع حسمت اللقاء لصالح الزمالك. وأكتر من ماتش الأهلي كان يفقد المباراة في الثواني الأخيرة. الجديد في هذه المباراة، وهنا بقى ممكن يعني إذا كان يعني للأجهزة الفنية دور، إن أنا أقول ربما دي تكون أحد بصمات مهمة للمدرب الأجنبي الجديد. أيوة. ليه بقى؟ وهو أسباني بالمناسبة زي أوجستي. أيوة. لأنك أنت الوضع كان معكوس، بدايتك ما كانتش موافقة واسترديت زمام المباراة في اللحظات الأخيرة. الشوط الأولاني 19-16 للزمالك، ثلاث أجوان. ودي بتقول ان ربما انت بتلعب برضه، انت جواك لسه حته مش مصدق انك ممكن تكسب الزمالك. لكن مع سياق المباراه والتكتيك اللي اتعمل والتدعيمات طبعا اللي تمت، والناس اللي بتقول لك هو الاهلي جاب ناس عشان يلعب بيها البطوله، الله، ما ده كان حلو قوي في الكره الطايره الاسبوع اللي فات. بقول لكم حاجه غريبه جدا، قال لك هو الاهلي سمح له يجيب ثلاث لعيبه اجانب محترفين هم اللي كسبوه. طب والزمالك جاب الثلاثه اجانب في الطايره كسبوه؟ لا، على فكره والزمالك دعم نفسه بلعيبه من سبورتنج. ما هو من خارج تدعيمات في الحتت اللي هو محتاجها، والزمالك هو دعم نفسه بكل لعيبه مصر. عايزين ايه يعني؟ فاحنا يعني كويس لكره اليد المصريه ان يبقى هذا الصراع القائم، مبروك للنادي الاهلي. ودي النقطه الثانيه بقى، ايوه، عندما تأخذ بالأسباب يا أستاذ إبراهيم. الأهلي اتحرك سريعا في الأسبوع المرعب اللي خسرنا فيه يد وطايرة، وما كناش متوقعين هذا الكلام. فالحقيقة كان تحرك سريع جدا لدعم الفرقتين عشان يقدروا يستردوا الأرض المفقودة وبسرعة. خلي بالك ان النادي الاهلي هو بطل النسخه الماضيه في كاس الكؤوس. طيب، بفرحه السوبر اللي انتم شايفينها ديت، دخل الاهلي كاس الكؤوس. الحال الاتحاد الافريقي النهارده بيخطر الاهلي بالتعديل على جدول المباريات بسبب انسحاب عدد كبير من الانديه المشاركه في البطوله. البطوله مقامه في النيجر برضو. وفقا لهذا التعديل، الاهلي هيفتتح رحله الدفاع عن اللقب امام كيركوس الاثيوبي بكرة الصبح الثلاثة الساعة 9 الصبح، حاجة كده على الريق يعني، 9 الصبح بكرة الأهلي وكيركوس الأثيوبي في بداية رحلة الأهلي للدفاع عن لقبه في كأس الكؤوس الأفريقية في النيجر. الأهلي المباراة الثانية في المجموعة هتكون قدام دون بوسكو الإيفواري يوم الأربعاء الساعة 3 العصر، يعني بكرة 9 الصبح مع الفريق الأثيوبي، 3 العصر يوم الأربعاء مع الفريق الإيفواري. اخر مباريات الاهلي في هذه المجموعه هيكون مع فاب الكاميروني يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 7 مساء، 3 و4 وجمعه. اتمنى تكون المباراه السابقه دي حافز للفريق انه يصدق انه هو البطل، وانه يقتنع بهذا، وانه يتحرك انه ياخد البطوله التي تدعم البطوله. ايوه، انت لو خدت البطولتين دول ورا بعض هي الجداره. فاعتقد ان ننتظر منهم يعني يكون التركيز بقى على مدى الشوطين باذن الله.